هو الإمام الباقر ينسى كربلاء وينسى الحسين؟ شو تقولون؟ عمره كان 4 سنوات، 4 سنوات بكربلاء. لما هجم القوم على الخيام فر مع الأطفال. يعني شنو؟ يعني أرجل الخيل مثل ما ضربت الأطفال يمنة ويسرى ضربت الإمام الباقر. كعاب الرماح كما أنها ضربت أظهر الأطفال ضربت الإمام الباقر بعيونه، بعيونه يشوف السياط تتلوى على عمته زينب. كل هذا شافه، وهو اللي وردت عنه الرواية يسمع تكسير أضلاع والدي الحسين من تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. ينسى الحسين؟ ولذلك في مثل يوم غد على فراش المنية مسموم قد تجرع السم في بطنه كأن السكاكين والمواسي، يرفع فخذا ويضع أخرى لكنه ينادي حسين حسين حسين. وقبل لا أقرأ لك المصيبة خاطري أقول لك شيء ألفت نظرك إلى نقطة. قبل أسبوع قرينا مصيبة الإمام الجواد، شفتوا في الشاشات الكاظمية ماذا حدث بها؟ جنة الزوار. جايك محرم الموسم، ما يحتاج أسولف لك، كربلة تقوم قيامتها الليلة، ليلة شهادة الإمام. أكو واحد قاعد على قبر الباقر مخلي له شمعة ويبكي عليه، لو ظلام من بعيد يصيحوا له السلام عليك سيدي. عظم الله أجوركم. يلا نروح المدينة بأرواحنا. أشوف أكو عندك تهيؤ. أحسن الله لكم العزاء كأني بإمامنا الباقر على فراش المنية، يغمى علي ساعة بعد ساعة، هذا وولده الصادق جالس عند رأس أبيه، كلما نظر إلى أبيه قد أغمي عليه، لطم على رأسه ونادى وأبتا. أفاق إمامنا الباقر التفت إلى ولده، ولدي مما بكاؤك؟ قال أبا كيف لا أبكي عليك وأراك تخرج من الدنيا مسموما مظلوما. قال ولدي أنا على فراشي أنت تمرضني، إذا أردت شربة من الماء أسرعت إلي بها. ولدي لا تبكي علي. البكى على منو؟ إن كنت باكيا فابكي على من فارق الحياة وهو ينادي وحق جدي أنا عطشان. ليلة الجمعة اسمع، إن كنت باكيا فابكي على من فارق الحياة وشمر على صدره. الباقر ينادي والدمع يجري من العين. ليش ما أسمع أصواتكم ها شباب؟ الباقر ينادي والدمع يجري من العين، خلي البكا يا ابني ولا تصفج باليد، كل البكا والنوح والحسرة على من؟ على حسين، ذاك الذي مرمي على حر الوطية.
خلي البكا يا ابني ولا تجذب الحسرة لجل الذي مرمي على حرة الغبرة ولجل الذي بالسيف شمر حز نحرة ولجل الذي داست عليه الأعوج خلي البكا ولا تصفج بإيد على إيد لجل العليل اللي مشوا في رجله القيد وبعد ولجل الوديعة لدخلوها مجلس يزيد عقب الخدر صاحا وعليها خارجي عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء وعندما حان حينه ودنا أجله توجه إلى القبلة مدد رجلي أسبل يدي أدار عينيه في أهل بيته مناديا في أمان الله في دعة الله أغمض عيني قرأ شيئا من القرآن شيع موالين أطبق فاه وفاضت روحه الطاهرة صرخت لي قبل وعدتك رحم الله من نادى وائما ألا هل من مناد وسيدا إمامنا الصادق فقد رمى عمامته على الأرض لاطما على رأسه لاطما على صدره مناديا وأبتا لكن ما مضت إلا ساعة إلا وأهل المدينة خرجوا عن بكرة أبيهم لاطمين الصدور الباكين دموعهم على الخدود كل ينادي وإماما يلا وياي الكلها نشارك بالتشيع إيه أهل المدينة شيعوا الباقر بتهليل هذا يدك صدره وذاك يصيح بالويل مثل السفينة تموج طيبة من حزنها حتى البتول في قبرها اسمع عونها مكسورة الأضلاع مفجوعة بابنها جني بمدامعها على خدينها تسيل شافت العالم بالجنازة شمال حنت نادت وعولت ملطومة العين شو تصيح تنادي يا ريت بكربلا يا شيعت وحسن ولا ظل ثلاثة أيام عارب غير تغسيل جاء إمامنا الصادق بجنازة أبيه وضعها في قبرها في ملحودته
يقول الراوي غاب عن ناظرنا جعفر بن محمد، مدينا الرؤوس شفنا متمدد على طول الجنازة داخل القبر، قد فتح أزرار الكفن خل خد أبيه على التراب، مو هاي العادة، ووضع فمه على الخد الثاني مقبلا قبلة الوداع مناديا أبا في أمان الله، أبا في دعة الله، أقول سيدي سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد، مأجور مولاي مصابك عظيم، لكن سيدي جدك زين العابدين حينما أتى لقبر الحسين، لما أتى لجسد الحسين ما شاف جسد، شاف أوصال مقطعة يمين وشمال، وقف محتار، قال له لتريد أن نساعدك بشيء؟ قال علي ببارية حصيرة، وجابوا له حصيرة وشال يرفع وصار يرفع أوصال أبو عليها يخليها في تلك الحصيرة حتى أنزلها إلى القبر. يقول أبو يوسف لم جميع أوصال أبوه إلا انكسر ولا انهشم، حتى قطعة قلبه اللي استخرجها ما بقى غير الكريم على الرموح يبرى الحرام، لفه نزل بقبره وظل يشم بمن حرام. يقولون غاب عن ناظرين السجاد، مددنا الرؤوس شفنا السجاد بغير حاله، شبيه يبحث عن مكان سالم ما وجد، يريد يقبل أبوه، وين 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 وضع فمه؟ وضع فمه على مكان ما وضعه أحد قبله إلا زينب ليلة الحادي عشر من المحرم، وضع فمه على عظم النحر الشريف مناديا أبا أبا أبا، طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، للي بعد ما انكسر قلبه أسأله الدعاء، هم زين العابدين أن يخرج من القبر وإذا بصوت من النحر الشريف، عليه علي يا علي والسدر ضيعي على صدري، بويا الطفل خلى على صدري على هونك، وصية الحسين على هونك من تحط نحرى على نحري، تدري يا بويا غدت تدري نار السهم بحشاي تسري، ورضيعه بدم الوريد مخضب